cellular and not to humoral immunity. It's related to cellular, not to humoral immunity. However, there is some evidence. However, there is some evidence in B cells might play a role in multiple sclerosis. There is evidence in the immunoglobulins secreted by the immunoglobulins. اطلعي لي برا. اللبس في النيه واللي جنبك. في ايفيدنس انه بالمالتيبل سكليروسيس في سكريشن اوف immunoglobulins within the central nervous system within the CSF. هذا بنقيسه بشيء اسمه اوليجو كلونال بانك تيست اللي جاي رح تحكي لنا عنه. يعطيكم العافية. الدكتور أعطت المقدمة اللي صراحة كنت أنا بدي أحكيها، بس المالتيبل سكليروسيس للي ما درس أو قرأ المحاضرة هو مرض بيصير أوتو إميونيتي، إنه بيروحوا وبيعملوا ديجنريشن بالمايلين على النيورونز، فبصير السيجنال بتصير أبطأ، يعني بصير عدة سيمبتومز وساينز بتبين على المريض ريليتد للمكان اللي بصير فيه المايلين ديجنريشن. هلا من الكلوز اللي انا بعرف انه هذا المريض عنده مالتيبل سكليروسيس اني انا اشوف اوليجو كلونال بانز على على الالكتروفوريسيس، ما بتجي الالكتروفوريسيس زي ما اخذنا من قبل، ببين عندي الالبومين والبروتينز الثانيين، ببين عندي بالمالتيبل سكليروسيس بشوف زي بانز بيكونوا هدول بيعطوني انديكيشن انه هذا المريض عنده المرض اللي بيتعلق بالسي ان اس. طيب هلا هل بامكاني انا اقيم هاي الباند؟ اوكي، انا قرات الصبح انه اذا اعطيت انتي بادي اسمه انتي بادي اسمه ناتاليزوماب، هل ايش ممكن يقلل من الاوليجو كلونال انتي بوديز اللي بيكون موجودين على الجل الالكتروفيس؟ بس هذا ما بيعني انه هو عمل كيورنس للمالتيبل سكليروسيس. هلا في كمان سؤال بيحكي انه هل انا ممكن اشوف الاوليجو كلونال انتي بوديز بالسيروم كمان، انه مش بس بالنمبر بنكتشر؟ بيحكوا لا، ممكن المريض انه يكون مصاب بالمالتيبل سكليروسيس واعمل له نمبر بنكتشر يكون عنده اوليجو كلونال انتي بوديز، اروح على الدم اخذ عين الدم ما يكون عنده اوليجو كلونال انتي بوديز، هذا ما بيعمل لي اكسكلوجن او انه اكسكلود لانه ما عنده مالتيبل سكليروسيس. ايش كمان كنت احكي؟ هو هذا مين الشيء اللي بدنا نعرفه، انه المالتيبل سكليروسيس انا رح اشوف عندي اوليجو كلونال انتي بوديز او بانز، هم بسموهم اوليجو كلونال بانز بال سي اس اف تبع البيش. ما اتوقع في شيء زياده اكثر بدي احكي، يعطيكم العافيه. شكرا يا رشاي. المالتيبل سكليروسيس بنشخصه احنا بعده اشياء، بنشخصه كلينيكلي. Clinically, you need to see our patient must present with at least two episodes of symptoms. يعني مرتين يجيك على الأقل، مش من أول مرة بتشخصه. لأنه تعريف الـ MS اللي قرأوا المحاضرة، تعريف الـ MS هو عبارة عن multiple episodes of neurological symptoms caused by multiple lesions in the white matter. And these lesions are separated in time and in space. بمعنى انه لو تطلع على الوايت ماتر بتلاقي عند المرضى ليجنز، سكليروتيك ليجنز ان ذا سي اس اف. هذول السكليروتيك ليجنز ار مالتيبل، مهم جدا، ديزيز اسمه مالتيبل سكليروسيس، ما بينفع وحده عشان اشخص. هذول بيكونوا سيبريتد ان سبيس، مرات عند المريض بيجوا بالاوبتيك نيرف، مرات بيجوا بالبوستيرير فوسا، مرات بيجوا بمكان اخر، كل مره بمكان، مرات paraventricular حوالين الventricles. So they are multiple lesions and these cause multiple episodes of neurological symptoms. هيك انت clinically بتشخص المريض بمultiple sclerosis. والشغله الثانيه اللي بتساعدك بالتشخيص بسكاننج، الام ار اي سكان، انك بتشوف هاي الليجنز اللي هي السكليروتيك ليجنز. ومن التست اللي بساعدنا اللي حكت عنها رجاين اللي هي اوليجو كلونال بانز، قالت لكم نعمل الكتروفوريسز للسي اس اف. احنا فكره الاوليجو كلونال بانز تكمن في انه
إذا أنا قارنت البلازما بالCSF، الCSF لازم يكون فيه بروتينز أقل من البلازما، لأنه CSF هو إنفلتريت للبلازما. فنورمالي إذا أنا بقارن البروتينات اللي بالCSF والبروتينات اللي بالبلازما، لازم يكونوا اللي بالCSF أقل. إذا لقيت أنا رح ألاقي أشياء متشابهة موجودة بالتنتين، زي مثلاً البري ألبومين، هذا راح يطلع بالتنين، سيفرال بروتينز بتطلع بالتنين بس عادة كميتها أقل بالسي اس اف. إذا شفت اكسترا باندز بالسي اس اف موجودين أكثر من اللي بالبلازما، معناها these bands are secreted within the CSF، ما أجوش من البلازما. إذا عشان أشخص multiple sclerosis بهذا التست بالأوليغوكلونال باندز، we need several bands تكون إما إنها موجودة only in the CSF ومش موجودة بالبلد بالسيرم، أو إنه نسبتها بالCSF أكثر من السيرم. ساعتها بقول الوالد عنده oligoclonal bands and I can diagnose multiple sclerosis. هاي الباند هي عبارة عن غالباً IgG، ممكن تكون IgM بس أكثر IgG. They reflect إنه في synthesis of IgG inside the CSF. هلا هل هذول caused the disease؟ ولا هم بس ريفليكشن انه في ديزيز؟ هم ريفليكشن، هم مش ريفليكشن يوجوالي، يس. ما فيش كونسنسس على الموضوع، بس اكثر الناس تعتقد انه لا، المالتيبل سكلروسس كوزد باي تي سيل اميونيتي مينلي، وهذول ريفليكشن انه بعدين صار في عندي سم انتي بودي برودكشن وذين ذا سي اس اف، مش هم كوزد ذا ديزيز اتسلف. بقيه الامور اللي عن المالتيبل سكلروسس تقراوها من المحاضره الاونلاين، دي ار فيري امبورتنت. في اذر ديزيزز تاع بالمايند بالسنترال نيرفس سيستم، ايش هم اللي قرأوا المحاضرة؟ نيورومايلايتس أوبتيكا. نيورومايلايتس أوبتيكا برضو أوتو إميون ديزيز، أفكتس مينلي ذي أوبتيك نير، عشان هيك بيجي بـ بلايندنس، يعني سيمبتومز ريليتد تو ذا آي. بس كمان كلمة عن النيورومايلايتس أوبتيكا، إنه فرقوا عن المالتيبل سكلروسس، أحد الفروقات المهمة إنه مالتيبل سكلروسس سيلولار إميونيتي، بينما النيورومايلايتس أوبتيكا عبارة عن هيومرال إميونيتي، أنتيبوديز أجينست أنون أنتيجين. إيش هو النون أنتيجين؟ أكوابولين 4، إكزاكتلي. شو كمان قلتوا؟ بوست إنفكشنز، يس، سم إنفكشنز، بعد الإنفكشن بصير ديمايلينيشن بالسنترال نيرفس سيستم، وهذا أهم نقطة تتذكروها، إنه مش بيكون السبب دايركت إنفكشن تو ذا مايلين، لا، في كروس رياكتيفيتي بين المايلين أنتيجين أند أ فايرال أنتيجين. هذا بيعمل ال ديمايلينيشن. كمان شوفوا ديمايلينيشن سنترال بونتاين ماينينولايسيس، شو معنى هذا الديزيز او شو سببه؟ إديما، يس. هذا بصير اكثر شيء if you correct the hyponatremia quickly، اذا اعطيت صوديوم كثير، اذا لخبطت الالكترولايت، اذا لخبطت الاوزمولاريتي اراوند ذا نيورون، اراوند سوري يس ذا اكسونز، بيؤدي لإديما، سيبريشن الأكسون عن المايلين تبعه، فهذا بيعمل لي دي مايليتنج إلنس. اسمه سنترال بونتاين لأنه أكثر شيء بيأثر على البونز، وبيأثر أكثر على الفنترال بونز. عشان هيك من السيمبتومز اللي بتصير، بصير بارابليجيا، وبصيروا المرضى ممكن يصير عندهم لوكت إن سيندروم مع السنترال بونتاين مايلينولايسيس، رجعين اسمه. سهيلة رح تحكي لنا هلا ايش هو هذا اللوكت ان سيندروم، اللي هو ممكن يصير بسبب السنترال بونتاين مايلينولايسيس اند اذر ديزيزز ان السيرس.